كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا في عيد الاضحى دلوقتي لازم نعمل الاكلة الرسمية المصرية اللي بتتعمل في عيد الاضحى وهي الفتة. شايفين الجمال والحلاوة؟ شايفين شكل اللحمة عامل ازاي والصلصة والرز والعيش؟ شكلها جميل جدا وكمان طعمها حلو قوي. ولا الشوربة؟ الشوربة صافية جدا، طعمها جميل جدا. هنشوف ازاي نسلق اللحمة بالطريقة المظبوطة بحيث ان اللحمة بتاعتك طعمها يكون جميل جدا، وكمان الشوربة تكون صافية جدا ولمعة، وكمان ما فيهاش اي ريم خالص. حتى لو اللحمة بتاعتك متلجة هنعملها او هنسلقها بطريقة مش هتطلع اي ريم خالص، وطعمها هيكون زي اللحمة البلدي بالظبط. وطبعا الفتة المظبوطة هي اللي الرز بتاعها يكون مظبوط ومفلفل عشان اما نحط عليه الصلصة ما يعجنش مننا. ورز الفتة بيتسوى بالشوربة بتاعة اللحمة، يعني ما بتسواش بمية خالص. ودي صلصة الفتة بالتوابل بتاعتها المظبوطة ولونها الجميل زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا لازم نجهز عيش الفتة بطريقة مظبوطة عشان يكون طعمه جميل، واللي بياكلوا ما ياكلوش الرز ويسيبوا العيش، لا ده هياكلوا العيش الاول من طعمته وجماله. اول حاجة هنسلق اللحمة، وهنسلقها بطريقة جميلة جدا تخلي الشوربة بتاعتها صافية جدا وما فيهاش اي ريم خالص. هنحط الحلة على النار، وهنضيف في الحلة 3 او 4 معالق من الزيت ومعلقة واحدة من الزبدة او السمنة، ونسيب السمنة والزيت يقدحوا مع بعض. بعد كده ننزل بقطع اللحمه كلها. اللحمه اول ما تنزل في السمنه والزيت هتاخد صدمه، وده هيخلي اللحمه تحتفظ بالسوائل جواها وهتخلي اللحمه طريه جدا من جوه. هنسيب اللحمه حوالي دقيقتين، بعد كده نبتدي نقلب فيها لحد ما كل اللحمه لونها يتغير، يعني يا دوب تاخد لون بني او ذهبي من جميع الجهات، يعني يعتبر احنا بنحمر اللحمة في السمنة والزيت اللي سخناه. بعد حوالي 10 دقايق هتلاقوا لون اللحمة كله اتغير وبقى لون واحد، يعني اللون الاحمر بتاع اللحمة اختفى تماما. بعد كده هنضيف المية المغلية، ولازم المية تكون مغلية عشان اللحمة ما تكونش جامدة. طبعا احنا بنضيف مية كتير، حوالي 4 لتر، وبنضيف طبعا طماطماية وبصلاية. انا بحط الطماطم والبصل زي ما هو، وكمان حوالي 4 فصوص من الثوم، وتوابل اللحمة اي توابل موجودة عندك، ورق لوري، قرنفل، اي حاجة موجودة عندك، وكمان نص معلقة من السكر، ونص معلقة من توابل اللحمة، دي عبارة عن حبهان وقرفة مطحونين مع بعض. هنقلب اللحمة مع المكونات اللي ضفناها تقليبة خفيفة، بعد كده نغطي الحلة ونسيب اللحمة تستوي. طبعا بتتابعيها كل شوية عشان لو المية نقصت تزوديها. وفي نص مرحلة السوى بتاعة اللحمة هنضيف طبعا الملح والفلفل الأسمر. شايفين الشوربة بتاعتها صافية جدا ازاي وما فيهاش اي ريم خالص. دلوقتي هنضيف معلقتين كبار من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهنغطي الحلة تاني ونسيب اللحمة تكمل سوا. كده خلاص اللحمة استوت. شايفين الشوربة بتاعتها جميلة جدا ولونها جميل وصافي جدا ازاي، وكمان طعمها حلو جدا. دلوقتي هنعمل الرز. الرز بتاع الفتة انا بعمله بطريقة سهلة خالص. انا بحط الرز في الحلة، انا هستخدم 2 كوباية من الرز وعليهم معلقة كبيرة من الملح، وهضيف عليهم زيت الطعام حوالي 5 معالق كبار من الزيت، وهضيف عليهم الشوربة. انا بعمل الرز بتاع الفتة بشوربة اللحمة عشان طعم اللحمة يكون في كل مكونات الفتة. وطبعا بحط كل مكونات الرز مرة واحدة، ونار البوتاجاز مقفولة، لسه مشغلتش البوتاجاز، ومقدار الشوربة لكل 1 كوباية رز مصري 1.25 كوباية من الشوربة. دلوقتي هشغل البوتاجاز واخلي النار متوسطة مش عالية، وهقلب الرز تقليبة خفيفة. بعد كده هغطي الحلة وهسيب الشوربة تغلي مع الرز.
كده الرز والشوربه بيغلوا، هقلبهم تقليبه خفيفه. انا لاحظت ان الشوربه كميتها قليله بالنسبه للرز، عشان كده في المرحله دي زودت شويه ميه او ممكن ازود شويه شوربه. ولا الرز هيعجن ولا هيحصل له اي حاجه خالص، ما تخافوش. بعد كده هنغطي الحله وهنسيب الرز يتشرب كل السوائل اللي فيه. زي ما انتم شايفين كده الرز تشرب كل السوائل اللي فيه، بس لسه الرزايه نيه. وبرده في المرحله دي لو لقيت الرز ني والشوربه كلها اتشربت من الرز، يعني الرز نشف، ممكن ازود كمان شويه ميه واهدي النار خالص واغطي الحله واسيب الرز يكمل سوا. كده خلاص الرز استوى، شايفينه مفلفل جدا وجميل جدا ازاي، وكمان طعمه حلو جدا، يعني كأنكم بتاكلوا رز مع لحمة. دلوقتي طبعا هنعمل صلصة الفتة. هنجيب حلة ونحط فيها شوية زيت ومعلقة من السمنة او من الزبدة، ونسيب السمنة والزبدة يقدحوا مع بعض او يسخنوا. بعد كده هضيف ليهم 4 فصوص من الثوم المفروم، وهشوح الثوم شوية، يدوب الثوم بس يصفر ما يحمرش، لو احمر الثوم هيمرر، خلي بالكم من النقطة دي. اول ما الثوم ياخد لون هنضيف ليه معلقة صغيرة من الكمون، كمون بس بدون اي حاجة تانية. هنقلب الكمون مع الثوم لحد ما ريحة الكمون تطلع ونشمها. بعد كده هنضيف باقي التوابل، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وبرضو نقلبها تقليبة خفيفة، ونص كوباية من الخل، الخل الأبيض العادي، وهنسيب الخل يغلي مع المكونات دي. وأول ما الخل يبتدي في الغليان هنضيف الطماطم، طبعا كمية الصلصة زي ما انتوا عايزين. أنا هستخدم لتر كامل من عصير الطماطم أو كيلو إلا ربع من الطماطم، وطبعا معلقتين من الصلصة، وممكن نستغنى عن الصلصة. وهنضيف عليهم نص معلقة من السكر عشان تعادل الحموضة، ومعلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هنقلب بقى مكونات الصلصة دي كلها مع بعضها ونسيبها تتسبك، وبتكون بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ريحتها جميلة جدا وكمان بتلمع زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي هنحمر اللحمة. هنحتاج شوية زيت صغيرين ونص معلقة من السمنة او من الزبدة، وهنسيبهم يسخنوا مع بعض كويس جدا. بعد كده ننزل في السمنة والزيت السخنين بقطع اللحمة المسلوقة. انا هحمر اللحمة كلها مرة واحدة، حتى لو الطاسة صغيرة على كمية اللحمة برضو هحط كمية اللحمة كلها. وبعد ما احط اللحمة هبدأ في التقليب لحد ما تاخد لون خفيف، انا مش عايزاها تحمر جامد عشان ما تكونش ناشفة، انا عاوزاها بس يدوب تنشف شوية بسيطة وتاخد لون بسيط. وطبعا وهي بتتشوح هضيف ليها ملح وفلفل اسود، واول ما تتحول للون اللي انتوا شايفينه ده هنشيلها على طول، وهنحمر مكان اللحمة طبعا العيش، ده ما ننساهوش، ده اساسي واحسن حاجة انا بحب اعملها في الفتة بصراحة. طبعا بكون محمصة العيش سواء في الفرن او في الاير فراير ومكسراه زي ما انتوا شايفين كده. هضيف برضو كمية العيش مرة واحدة، العيش البلدي العادي اللي من الفرن، وبعد ما يتشوح شوية بسيطة هضيف ليه معلقة كبيرة او كبشة كبيرة من الصلصة اللي عملناها بتاعة الفتة، ونقلب العيش مع الصلصة شوية، يعني يدوب يتغلف بالصلصة. صدقوني الخطوة دي بتخلي العيش طعمه جميل جدا. هنقلب العيش في الصلصة حوالي 2 او 3 دقايق. بعد كده نضيف ليه كبشة كبيرة من الشوربة، والشوربة طبعا بتكون سخنة جدا، وما نزودش في كمية الشوربة عشان العيش ما يكونش طري، يعني احنا عايزين العيش يكون ناشف وطري في نفس الوقت.
وهنقلب العيش مع الشوربة تقليبة خفيفة، ويدوب يمتص الشوربة الموجودة فيه زي ما انتوا شايفين كده. نشيله من على النار على طول، طعمه جميل جدا، هيتاكل قبل الرز كمان. دلوقتي هنبني صينية الفتة، هنبنيها بطريقة جميلة ومبتكرة. هنجيب صينية واسعة وهنحط في النص طبق استانلس او فخار او ميلامين زي ما انتوا عايزين، وهنحط في ارضية الصينية الكبيرة الرز زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيت تحت نص كمية الرز بس، دلوقتي هحط العيش كله على الرز زي ما انتوا شايفين كده، هحط كمية العيش كلها. شايفين العيش جميل جدا ازاي، طعمه حلو جدا وشكله جميل جدا، يعني طعمه احسن من طعم اللحمة نفسها. بعد كده هنحط طبقة رز تانية او باقي كمية الرز، ونحط فوق خالص نص الصلصة او شوية من الصلصة اللي عملناها، هنزين بيها الصينية زي ما انتوا شايفين كده. شايفين صينية الفتة بقى ابتدى شكلها يظهر، وشكلها ابتدى يكون حلو كده وتفتح النفس. مش اي حاجة نحطها فوق بعض كده وكده خلاص احنا عملنا فتة، لا طبعا، العين بتاكل قبل البق. وهنحط كمان باقي كمية الصلصة في الطبق اللي في النص عشان لو حد بيحب الصلصة كتير، وهنزين طبعا الصينية الجميلة دي باللحمة. شايفين الجمال والحلاوة، وطبعا ما ننساش الشوربة. ونجيب ليمونة ونقطعها شرايح ونحط في كل طبق شوربة شريحة ليمون او نعصر الليمون عادي خالص. وكده خلاص الفتة الجميلة بتاعتنا بقت جاهزة، وكل سنة وانتم طيبين. اتمنى تجربوا طريقتي، انا متأكدة انها هتعجبكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة، وكل سنة وانتم طيبين.